انطلقت في دبي فعاليات قمة جول فود للابتكار في إطار أعمال معرض جول فود بمشاركة أكثر من 40 خبير من منطقة الشرق الأوسط والهند وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا. وتعتبر قمة جول فود للابتكار واحدة من بين 8 فعاليات جديدة تم استحداثها ضمن معرض جول فود، أكبر معارض الأغذية والمشروبات في العالم، والذي يحتفل هذا العام بدورته السنوية 24. المشاركة السعودية قوية جدا جدا. بعض المنتجات اللي موجودة في السعودية زي التمور زي المكسرات زي حاجات كتير جميلة جدا وممتازة جدا جدا، وبل النمو الاقتصادي السعودي في الوقت الحالي بدأ بازدهار جامد جدا 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 جدا. هذا وتشهد الدورة الافتتاحية من قمة جول فود ندوات وجلسات حوارية يتطرق الخبراء خلالها إلى أبرز الموضوعات المؤثرة في قطاع الأغذية والمشروبات على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. وتكشف النقاب عن تقرير التوقعات الاجتماعية والاقتصادية العالمية لقطاع الأغذية والمشروبات وحوارات جانبية مع تهات مشهورين وإصدار تقارير عن توقعات السوق لكل من المملكة العربية السعودية ومصر وكينيا. إن شاء الله حنكون مشاركين لأن المؤتمر بيخلينا نحن نكون دائما في حتة بتاع التطوير إن شاء الله. إن شاء الله دائما حيكون عندنا مشاركات فعالة بكل الاستاف الموجود إن شاء الله في الشركة. بنأكد على حضورنا مشاركتنا في كل المؤتمرات القادمة بإذن الله. القمة تسلط الضوء على مشكلة الهدر الغذائي وما ينجم عنها من ضغوطات في قطاع الأغذية والمشروبات، كما تناقش مشكلة الهدر في الطعام واعتماد التقنيات المتطورة الكفيلة بالمساعدة في التغلب على مشكلة الهدر الغذائي المتفاقمة في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. لقناة الإخبارية عبد اللطيف بخوش، دبي.